طبعاً قتلونا جوا في ولا شب شوفي كل الشباب جوا ميتين ولا حدا تسعين فيهم الله أكبر عليكم شو بتستنوا ما خلوش بنت ولا ضربوا ألا جوا المسجد القبلي كلها تتكسر الله أكبر عليكم على أمتكم بعد المحراب اللي هناك كانت يعني الغاز القنابل الصوتية يعني إشي فوق تتصور. حبيبتي قاعدين بنصلي وبنسلم وبنكرم انا قاعد والله على الكرسي بكره مهني مش بلطم بضربه قاعدين قنابل والله بعد فتره جت كروبيون على صدري ورم يلا يا حاج